هاي. من سنة 2012 31 مليون تلميذ حول العالم تركوا الدراسة و32 مليون عادوا صف نصفوف. الأولاد يلي بيعيشوا بالمناطق الريفية معرضين أكثر بمرتين للخروج من المدرسة من الأولاد يلي بيعيشوا بالمدينة. النساء المش متعلمين عادة بيكون عندهم أولاد أكثر بمعدل 2.5 بينما المعدل بينخفض ل 1.7 عند النساء المتعلمات. 53% من الأطفال يلي خارج المدارس هن بنات، وثلثين الأميين بالعالم هن من النساء. ومع أنه أعلى درجات لمحو الأمية بالعالم موجودة بأوروبا وأمريكا بنسب تتخطى 90%، مين قال أنه لبنان بيحتل المرتبة الخامسة بعد الكويت، فلسطين، قطر، الأردن بمعدل محو الأمية، والمرتبة السابعة بهالمعدل عند النساء؟ أنا قال. بشوفكم بكرة.